أنا أيام قرطاج الشعرية معناها هذه فكرة نفذتها عام 85 و86 في اتحاد الكتاب التونسيين أيام سي العروسي المطوي فهمت لها. وبعدين يعني تسمية نامت تسمية تسميتك أنت أول مرة أيام قرطاج الشعرية كانت تسميتي أنا عام 85. ما عيطولكش؟ ما تمش دعوتك المرة هذه؟ المرة هذه لا ما عيطولي المرة الفايتة يزي عاتش نقعد ديما ماشي جاي غريب. أنا نازمك شنو من الأسماء مش من الأسماء معروفة تفرق بين الأسماء من المؤسس ولا مؤسس أي معناتها حتى نحي مؤسس يقولك سمين. أول مرة هو كان المؤسس يعني يتسمى بتاع أيام قرطاج الشعرية دونك نورمالمون يعني أنا شوف أنا وليد أنا فت الستين يعني ما عادش عندي هيك الحماس متاع دم واحد عمره 30 سنة وكحامي وكذا ولا آخر ولا راني عبيت الفيسبوك بال أما تحس في نفسك سي المنصف طبعا 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 و يعني هناك الكثير من الملاحظات على هذه الأيام انطلاقا من الأيام الفائتة وانطلاقا من الدورة هذه التي هي نسخة تبقى الأصل من المرة الفائتة بزيادة بعض أسماء وما إلى ذلك ولكن يعني عارش ندوز دعوتك ما تعرفش الأسباب ما هذه مؤسسة رسمية السيد الوزير رأى أن تكون السيدة جميلة الماجري هي المديرة وعلى أمل أن هي التي لها نافذة على الخليج مع أن الكثيرين من الشعراء لهم نوافذ على الخليج وغير الخليج فهمت فأنا أرى أن المسألة ما زالت خاضعة إلى ما زالت نائمة في غرفة الارتجال